الحله الجديده ديال صباحيه الدوزام هي تتعكس واحد التطور، واحد المواكبه اللي بغيناها واللي شفناها للمشاهدين مع التغيرات ديال الظروف ديال الحياه والتطورات ديالها، فبغينا نواكبهم بصوره جديده لكن بمضمون، لكن كذلك بمضمون جديد اللي تعكس الانتظارات ديالهم والتطلعات ديالهم في كل الميادين. سمعنا لهم اكثر، قرينا لهم، خرجنا عندهم وحاولنا نطبقوا كل هذه المتطلبات ديالهم في تصور جديد اخراجي تقني وصحفي كذلك في برنامج صباحية الدوزام. غنكونوا أقرب للمشاهد، غنكونوا أقرب للأسر المغربية، وغادي نجاوبوا أكثر على التساؤلات ديالها اليومية اللي تتعيشها دائما في الحياة ديالها. البلاتو جديد كيف ما كتشوفوا كبر تيسع، إلي برانشي على الموضة. أنا اللي بعدا عجبني بزاف هو البوديوم. إلا شفتوا البوديوم غادي تشوفوا قفتنا زوينين، غادي تشوفوا ديالوك زوينين. الجديد دائما كاين في كل روبريك، كاين الجديد فيها، دونك نخليكم تتبعوا صباحية دوزام في الحلة الجديدة على دوزام. ألوغ مريم أعلى، أنا مصممة ديكور في القناة الثانية. قدمت على سينوغرافية جديدة اللي كي ريبون لا دوموند ديال الإخراج، وما نساوش بأن سي ان ديكور افيك اون لوميير انتيغري، سيتادير ميم او نيفو كونسوماسيون ديال لينيرجي اي تو، هي بوكو دو ليد. سي مي كتشوفوا دابا البلاطو ما كيبانوش ليكم لي بروجو بزاف اي تو، باسكو الديكور كله فيه الضوء معاه هو.